أحلم أن أستيقظ يوماً أحلب أشجار الورد، أملأ كأسي بشراب الأمن، أشعر بالقوة والدفء، لا أخشى البرد. أحلم ألا يتبقى فوق الأرض قنابل أو حتى سيوف أو أي سلاح معروف. أحلم مثلك بسلام وطمأنينة يشفي بيد الرحمة كل النفوس الحزينة، يملأ الدنيا سكينة. أحلم أن يجمعنا حب واحد هو حب الله. أحلم مثلك أن أستيقظ يوماً فأرى الكون ربيعاً وأرى كل المصطلحات الممقوطة زالت من قاموس الناس، وطغت في وجدان الدنيا كل معاني الحب المفعم بالإحساس. أحلم أحلم أحلم، لكن هل تتحقق كل الأحلام؟ الإجابة يبدو أنها ستكون نعم، فبعد 47 يوماً على 7 أكتوبر الأنظار صوب غزة مشدودة، قطاع على سرير المرض لكنه لم يمت، وبات العنوان الأبرز أن في غزة المكتوب يقرأ من عنوانه: فبتوقيت فلسطين الذي لا يختلف عن القاهرة، وتحديداً في صبيحة يوم الغد، ستصمت المدافع وسيعود الطيران مدرجه، وسيطير الحمام وستطفأ النيران، وستكتب في عناوين الشاشات: الدروب إلى الحل باتت سالكة آمنة. ففي البداية سلام لأرض خلقت للسلام وما رأت يوماً سلاماً.